هنا القاهرة الإخبارية، نعود مرة أخرى إلى هذه التغطية المستمرة معكم لأهم وأبرز المستجدات على الساحات الإقليمية والدولية. قطاع غزة في حالة إنسانية. بطل في أمل، يئسنا. استشهد فلسطينيان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وقد أوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال 3 منازل وأراض زراعية في بلدة النصر بشمال شرقي المدينة. في وسط القطاع استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال أرضا تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، كما استشهد سيدة وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال المروحي شقة سكنية قرب كلية فلسطين التقنية في المدينة، بينما سقط شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال لخيمة للنازحين بجوار برج فيصل في منطقة الزويدة. أما في شمال القطاع، أعلنت وسائل فلسطينية استشهاد طفل جراء قصف الاحتلال المتواصل على المباني السكنية في مخيم جباليا، ونسفت طائرات الاحتلال مباني سكنية في منطقة الصفطاوي بشمال غربي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة في ذلك المكان. وقد ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة في الساعات 24 الماضية بلغ 27 شهيدا. كان مراسل القاهرة الإخبارية قد أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين مع إصابة 10 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في محيط إحدى المدارس بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة بشمال القطاع. أشار مراسلنا إلى استشهاد فلسطيني مع إصابة آخرين باستهداف طائرة إسرائيلية لمجموعة فلسطينيين شمالي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. أفادت أن هذه المجازر راح ضحيتها 24 شهيدا في الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى إصابة 112 آخرين، حيث أشارت إلى ارتفاع في حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,736 شهيدا منذ أكتوبر العام الماضي، في حين بلغ عدد المصابين 103,370 فلسطينيا. هذا وقد اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، متهمة تل أبيب باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. أفادت اللجنة أن سياسات إسرائيل ومارساتها في الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، مشيرة إلى استهداف الفلسطينيين كجماعة وإلى الظروف المهددة للحياة المفروضة على الفلسطينيين في غزة خلال هذه الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل، دعاهما للتدخل بقوة من أجل إنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونورا. في رسالتين إلى بلينكن وبوريل، حذر أبو الغيط من مخاطر تقويض عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها إسرائيل بشأن الوكالة
تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه سكان القطاع على حافة المجاعة. هذا وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأسواق في قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، كما قال إن الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من عام 2023. طلب البرنامج الأممي بالسماح لفريقه بالوصول إلى الفلسطينيين الأكثر احتياجا في القطاع، حيث شدد على أن نقص المساعدات يزيد من صعوبة حياة العائلات الفلسطينية. وقالت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة إن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة تفاقم بشدة في محافظة شمال غزة، حيث أضافت أن المجاعة ستنتشر في الأرجح بشمال غزة إذا استمر منع الإمدادات الغذائية. واقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة، حيث نقل موقع يوري نيوز عن مسؤولين دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن بوريل طرح مقترحه، وذلك للمرة الأولى في اجتماع للسفراء. من المتوقع أن يعيد طرحه في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل. في خطوة قد تحدث هزة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اقترح جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي مع تل أبيب بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة. الاقتراح جاء رداً على التمادي الإسرائيلي في تجاهل القلق الأوروبي والعالمي حيال تصرفات تل أبيب في الحرب، حيث أكد بوريل أن إسرائيل لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة المخاوف المتعلقة بانتهاك القانون الإنساني الدولي، إجراء ربما يكون بداية لتحول جذري في سياسة الاتحاد تجاه إسرائيل في وقت يشهد العالم تصاعدا غير مسبوق في الانتقادات الموجهة إلى تل أبيب. الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يعد جزءا أساسيا من اتفاقية أوسع تتضمن التعاون في مجالات التجارة والعلاقات السياسية. ومع ذلك أشار بوريل إلى أنه في ظل القلق المتزايد من التصرفات الإسرائيلية في غزة، فإنه يعتزم طرح اقتراح لتعليق هذا الحوار استناداً إلى بند حقوق الإنسان في الاتفاقية. وبالرغم من أن الاقتراح مدعوم من أحد أبرز المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، إلا أنه يواجه معارضة شديدة من بعض الدول، ما يجعل من غير المرجح أن يتم تمريره في ظل الانقسامات الحالية، خاصة وأنه بحاجة إلى موافقة كل الأعضاء 27. ومع ذلك يهدف بوريل من خلال هذا التحرك إلى إرسال إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي يعبر فيها عن قلقه العميق تجاه سلوك دولة الاحتلال في حربها على غزة. الاقتراح يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل، خاصة بعد تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أن نحو 70% من ضحايا الحرب هم من النساء والأطفال. كما أكدت مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتحسين الاستجابة الإنسانية في غزة، بل فاقم الوضع بشكل أكبر خاصة في شمال القطاع، حيث تتزايد الأدلة على سياسة التجويع والتطهير العرقي الممنهجة. وقد أكدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك أنه لا ينبغي أن تضع الحكومة استراتيجية للخروج من قطاع غزة، حيث أشارت وزيرة الاستيطان إلى أهمية البقاء لأطول فترة ممكنة في القطاع لضمان ألا يشكل تهديدا في الفترة المقبلة بحسب زعمها. أكدت ستروك أيضا على ضرورة العمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية المحتلة.
أفادت مراسلتنا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستجوب اليوم رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية وثائق الحرب، وقد كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن سلطات الاحتلال فتحت تحقيقا حول تسير معلومات سرية من مكتب نتنياهو قد تضر بخطط الحرب في قطاع غزة، معلنة توقيف عدد من المشتبه بهم، في حين نفى نتنياهو توقيف أي من مساعديه فيما يتعلق بتلك التسريبات. من واشنطن معنا مباشرة ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. أحييك سيد ماركو. عندما نتحدث عن التطورات المستمرة إلى الآن في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نتحدث عن مجازر يعني ترتقي إلى ما يسمى بخصائص الإبادة الجماعية، هذا ما اعتبرته لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة. اتهمت في نفس الوقت أيضا تل أبيب بأنها تستخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فكيف توصف ما جاء في هذا التقرير؟ تحية لحضرتك استاذ حسان وتحية للساده المشاهدين. يعني اتوقع يعني اغلب المجتمع الدولي الان بيقر بان هناك مجازر انسانيه، وفي اعتقادي ما جاء في هذا التقرير هو مجرد تاكيد وخطوه اخرى تضاف للخطوات التي تمت اضافتها او تم الاعتراف بها على مستوى النظام الدولي المجتمع الدولي بشكل عام بان هناك مجازر تحدث، وايضا ما يحول لدفه الاعلام الامريكي والاعلام الغربي للحديث على ان نيويورك تايمز على سبيل المثال افتتاحيتها في بالامس او الامس اقرت بان هناك مجازر بسبب هذا السياسه العنيفه العسكريه ادت الى مجازر كبيره في قطاع غزه. كل هذه التغيرات يعني رايناها مرارا على مدار ال 13 14 شهر منذ بدء الحرب. لماذا؟ لان هناك اصرار كبير من الاحتلال الاسرائيلي وكسر القواعد النظام الدولي وكسر القوانين الدوليه، ووصل الامر الى مجازر يعني لا يمكن احد سواء من الاعلام الامريكي او الغربي او الغرب بشكل عام ان يتغفلها. فنتحدث هنا عندما تتحدث عن الاعلام، وخاصه عندما تتحدث سيد ماركو عن الصحف وسائل الاعلام الامريكيه الكبرى كنيويورك تايمز وغيرها كما تقول، يعني عندما تتناول مثل هكذا التقارير بأن هناك مجازر وجرائم حرب ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في الماضي كما نعلم سيد ماركو كان أي خبر بسيط يؤخذ في الاعتبار وقد يثير قلقا ويؤدي إلى إقالة الإدارات يعني أو مسؤولين كبار. لماذا لا يؤخذ بهذه التقارير الإعلامية الصادرة والموثقة بالفيديوهات والأدلة المختلفة في هذا التوقيت بالتحديد سيد ماركو برأيك؟ لان الولايات المتحده بشكل عام او اداره بايدن كانت لا تريد الاخذ بكل هذه الاعتبارات، يعني بغض النظر عن هذه التقارير الاعلاميه المخابرات الامريكيه التقارير المخابراتيه التي تاتي من مؤسسات الدوله العميقه في الولايات المتحده، اكيد الرئيس بايدن كان مطلع عليها بغض النظر عن هذه التقارير الاعلاميه، ويعلم جيدا الماساه الانسانيه الكارثيه الحادثه في قطاع غزه. ليس نتحدث عن الازمه السياسيه ولا نتحدث عن الازمه العسكريه، نتحدث عن الاطفال الموجودين في قطاع غزه الذين يعانون من شان الاطفال، نتحدث عن عدم تمرير المساعدات الانسانيه في قطاع غزه. كفى بايدن انه فقط ارسل رسائل تحذيريه عن طريق وزير الخارجيه الامريكي وزير الدفاع، واعطى مهله للجيش الاسرائيلي بألي ان يتعامل وقال ان يصل او يسمح بالمساعدات للدخول الى قطاع غزه والا سوف نوقف عنكم المساعدات. الان اداره بايدن قالت انها لن يوقفوا المساعدات العسكريه لاسرائيل. لماذا؟ لان اسرائيل عدلت من سلوكها. هذا امر يعني لا يمكن احد ان يصدقه، يعني الولايات المتحده تعلم جيدا حجم الماساه الانسانيه وتعلم ايضا انها في مازق، يعني الولايات المتحده كانت تعلم بانها واقفه واحده منفرده بدعمها اللامحدود لاسرائيل. لماذا؟ لاننا كنا في عام انتخابي، كنا نتحدث على ان الرئيس بايدن كان في مرحله كانت صعبه، كان لابد عليه ان يدعم اسرائيل بكل ما اوتي من قوه. لماذا؟ لانهم كانوا يريدوا الدعم القادم من اللوبيات. هو مثلا سيد ماركو بايدن يعني عندما يعني تنازل لهاريس كان يتوقع هنا ان يكون اللوبي الصهيوني او اليهودي مع هاريس في هذه الانتخابات، وهو ما لم ترجح كفتها في هذه الانتخابات برغم ما تم كما نقول دائما بين الانحياز الأمريكي أو انحياز بايدن بالتحديد إلى الجانب الإسرائيلي أثناء الحرب على غزة. يعني عندما أراد أن يعطي اللوبي اليهودي للديمقراطيين لم يحدث.
سؤال جيد جدا يا فندم. في اعتقادي يعني كاميلا هاريس او بايدن ومن بعدها كاميلا هاريس كانوا يحاولون ارضاء الطرفين، وهذا امر صعب حدوثه، فاصبح الامر او انتهى الامر بانه ان كلا من الطرفين غير مصدقهم. يعني راينا هذه التصويتات العقبيه من الجاليه العربيه والمسلمه سواء لدونالد ترامب او لجيل شتاينر وساحه حزب القدس، وايضا اللوبيات اليهوديه باغلبها كانوا لا يصدقون كاميلا هاريس. لماذا؟ لانها كان من المنتظر او كانوا خائفين بانها سوف تستمع الى الجبهه التقدميه للحزب الديمقراطي بانهم سوف او انها سوف يعني تفرض عقوبات او تفرض قيود على الاسلحه الامريكيه الوصيله لاسرائيل، او على الاقل تفرض عقوبات سياسيه او ترفع الدعم السياسي او الدبلوماسي عن اسرائيل. هذا ما كان ما يخشاه اللوبيات اليهوديه الموجوده الان من كامل هاريس. لذلك يعني راينا ان كامل هاريس خسرت خساره كبيره، لانها كانت تحاول ارضاء الطرفين وفي نفس الوقت هي كانت غير صادقه في هذا او غير صادقه في ذلك. نتحدث عن ان الحزب الديمقراطي خسر كثيرا الدعم، سواء نتحدث عن البيت الابيض، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، مجلس المحكمه الدستوريه العليا. انا لا اقول ان الحزب الديمقراطي خسر بسبب الازمه الانسانيه الموجوده في قطاع غزه فقط، ولكنها كانت نسبه كبيره جدا يعني اصابت كامالا هاريس في مقتل، لانها وهل دعم وهل دعم هذا طبعا التاثر الشديد من طلاب الجامعات كما راينا بما حدث في قطاع غزه من مجازر مروعه واعتصامهم طبعا لعده شهور في ساحات الجامعات، الصحوة الكبرى في هذه الانتخابات بالتحديد سيد ماركو للجاليات العربية للأفارقة والمهاجرين وغيرهم الذين تعاطفوا مع القضية الفلسطينية وما حدث في قطاع غزة، حتى أنهم هددوا بايدن بأنهم لن ينتخبوه، أثر على الديمقراطيين وبالتالي نجح ترامب. بمعنى أن ما حدث في قطاع غزة من مجازر وما يحدث إلى الآن كان له أثر كبير على المزاج الشعبي للمواطن الأمريكي. بكل تأكيد سيد الفاضل، سيد الفاضل، ما حدث في الجامعات فقط لم تشهده الولايات المتحدة في آخر 50 60 عام. لماذا؟ لأننا رأينا هذه المأساة الإنسانية، لأن يعني كانت المشاهد لوحدها، المقاطع الصوتية والمرئية التي تأتي من قطاع غزة كانت كفيلة لتجييش هذه الشباب الأمريكي الذي كان متصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأزمة الإنسانية الحادثة في قطاع غزة. كانوا متصلين معهم يعني روحيا ونفسيا لأنهم كانوا يرون هذه الصور وهذه الفيديوهات القادمة من قطاع غزة. لذلك كانت صعبة للغاية على هذه الشباب المتعلم الجامعي، سواء كان من أصول عربية أو ليس من أصول عربية، سواء كانوا مولودين في الولايات المتحدة أو قادمين الولايات المتحدة لأغراض دراسية. فكان هذا أمر لا يقبله أحد، سواء كان عرب مسلمين أو أمريكان أو أيضا أغلبية لاتينية أو أقلية لاتينية. نتحدث على أن الأزمة الإنسانية بشكل عام بالطبع يعني بدأت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في دق مسمار، آخر مسمار في نعش بايدن، ومن ثم أيضا كامالا هاريس. هذه يعني أنا في اعتقادي أن الأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة بدأت يعني أثرت على الحزب الديمقراطي بفقدان الثقة، هذه الثقة التي خسرها الحزب الديمقراطي مع الناخبين أو مع الناخبين الديمقراطيين قبل الجمهوريين وقبل المترجحين. هم لم يصدقوا كامالا هاريس بأنها سوف توقف الحرب. لماذا؟ لأنها قادلها حوالي 4 أعوام في البيت الأبيض كمنصب نائب رئيس، لم تقم بمؤتمرات صحفية، لم نرى لها يعني مواقف حادة، مواقف رسمية لم نرى لها هذا، لم نرى أيضا المواقف حادة من الرئيس بايدن بيوقف الحرب. هم لم يصدقوا الحزب الديمقراطي، وكان ايضا هذه يعني بدايه فقدان الثقه مع الناخبين الامريكيين، سواء الشباب سواء العرب المسلمين او غيرهم من الاقليات. ولكن هذه يعني لكي نكون منصفين، ان الازمه الانسانيه او ما يحدث في الشرق الاوسط ليس وحده هو الملف الذي خسر الديمقراطيين او خسر كامالا هاريس هذه الخساره الفادحه والخساره التاريخيه. طيب الاباده الجماعيه كما قلنا، استهداف الفلسطينيين كجماعه وفراده، الظروف المهددة للحياة للفلسطينيين في كافة أنحاء قطاع غزة لا يقتصر فقط على أي مكان، استهدافات في كل مكان، بمعنى الاتفاق على أنه لا توجد أماكن آمنة في قطاع غزة، حتى أنهم عندما يحاولون طبعا الإخلاء أو إنذار الأهالي في قطاع غزة بالاتجاه من الشمال إلى الجنوب يستهدفون طبعا كما نعلم سيد ماركو، ويستهدفوا حتى المخيمات التي تأوي النازحين. كيف يمكن الأخذ بهذا التقرير الذي جاء من اللجنة الخاصة تابعة للأمم المتحدة؟ كيف يمكن أخذه بعين الاعتبار والتحقيق فيه؟ هل هذا يمكن في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه أبدا بأي قوانين دولية؟
هذا كنت ما سوف اجاوب عليه. يعني الاحتلال الاسرائيلي دولة بنيامين اسرائيل او بنيامين نتنياهو بشكل عام لن يبقى بهذا، لم يقراه ولم يحرك له ساكنا. نتحدث على ان هذه التقارير ليست التقارير الاولى من الامم المتحده، الامم المتحده ورئيس والامين العام للامم المتحده حذر مرارا وتكرارا بان ما يحدث ضد القانون الدولي وما يحدث في الازمه الانسانيه غير مطابق للاعراف الاحكام الدوليه. يعني دعنا نتحدث عن ان اسرائيل لن تابه بذلك، ولكن ما سوف يحدث مستقبلا؟ يعني نتحدث على ان اداره ترامب الان هي الموجوده في البيت الابيض او في الفتره الانتقاليه، سوف يكون رئيسا في البيت الابيض في 20 من يناير، ماذا سوف يفعل؟ نتحدث على ان دونالد ترامب بنى حملته الانتخابيه على انهاء الحروب، سواء الحرب الموجوده في الشرق الاوسط او حرب الروسيه الاوكرانيه، ما سوف يفعل؟ لم نعرف بالتحديد ما سوف يفعل، ولكن من الشواهد التي رايناها في خلال الحرب الماضيه من بنيامين نتنياهو، دعنا نتحدث على بعض النقاط او الثوابت. الثوابت الاول ان بنيامين نتنياهو يريد انه من قطاع غزه بانها تكون مكان غير ملائم للعيش، غير مناسب للعيش، هو يريد تدمير كل سبل الحياه الموجوده في قطاع غزه حتى يتمكن من فرض سيطرته او حتى يتمكن من فرض الامر الواقع على الاداره الامريكيه حتى تقبل بما يريد. وايضا هو يريد ايضا يعني هو ما يريد فعله ايضا هو يريد يعني فصل شمال غزه عن قطاع غزه، ويريد فصل هذه المنطقه خاصه في شمال غزه من فصلها من سكانها او سحب السكان منها. لماذا؟ هو يريد عمل ايضا بافر زون في خلال في قطاع غزه خاصه في المنطقه الشماليه حتى يتمكن من حمايه المستوطنات القريبه من قطاع غزه. ناهيك على ان وزيره الاستيطان الاسرائيليه طالبت بانه لا ينبغي أن تضع حكومة إسرائيل استراتيجية للخروج من قطاع غزة بتاتا، وقالت أنه يجب البقاء لأطول فترة ممكنة، فكيف يمكن أن يشكل هذا خطورة في سياق كلامك سيد ماركو؟ بالضبط، انا ما اريد اقوله ان بنيامين نتنياهو كان لديه هو كان بيعمل بشكل منتظم حتى يجعل من قطاع غزه غير منطقه غير قابله للعيش، وكان بيفرغها من سكانها حتى يتمكن الغزاويين من الهرب الى مناطق اخرى مجاوره حتى يفرغ القضيه من محتواها. ولكن الان نتحدث على ان دونالد ترامب، كيف دونالد ترامب ان يتمكن من الضغط على بنيامين نتنياهو لوقف الحرب الدائره الان، او ما هي ما هو الثمن الذي سوف يدفعه القضيه الفلسطينيه او الذي تدفعه الولايات المتحده في سبيل بان بنيامين نتنياهو يوقف اطلاق النار؟ من المتوقع ان بنيامين نتنياهو او بايدن او دونالد ترامب يصلوا الى اتفاق سياسي، من المحتمل ايضا ان يتم الوصول الى هذا الاتفاق قبل ال 20 من يناير او حتى في الايام القليله بعد ال 20 من يناير بعد وصول دونالد ترامب الى الحكم او بعد حلفان اليمين. ولكن ايضا من المتوقع وهذا اعتقادي الشخصي ان سوف يعني الحل الذي سوف يصل اليه دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو بالطبع سوف يكون غير عادل للقضيه الفلسطينيه، سوف يكون عادل فقط لاسرائيل. لان لماذا؟ لاننا نتحدث على ان الاقوى هو الذي يضع شروطه في شروط المفاوضات، والاقوى الان على الساحه العسكريه على الارض العسكريه الان والاقوى بالسلاح وبالاله العسكريه هو اسرائيل. اسرائيل من سوف تضع شروطها في التفاوض، ومن يعني راينا كل هذه الاخبار القادمه من الاعلام الامريكي بان اسرائيل تريد ضم الضفه الغربيه، وايضا هكابي المبعوث الخاص المحتمل بالطبع يعني لابد التصديق عليه من مجلس الشيوخ، المبعوث الخاص لاسرائيل بانه كان يقول بان المستوطنات في الضفه الغربيه لا يجب علينا ان نكون مستوطنات، هذه تابعه لدوله اسرائيل. فما اريد ان اقوله يعني سوف يصل الى حل، ولكن في اغلب الاحوال ان هذا الحل سوف يكون غير عادل للقضيه الفلسطينيه في مقابل فقط وقف الاطلاق النار. ابقى معي سيد ماركو مسعد في واشنطن، سوف اتجه للعاصمه المصريه القاهره. ينضم الينا مباشره الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئه الدوليه لدعم الشعب الفلسطيني. احييك دكتور صلاح. السيد ماركو مسعد في واشنطن معنا، نتحدث حول الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، الحصار للجماعات المختلفة للأفراد، أيضا التضييق على أهل قطاع غزة بحسب التقارير التي جاءت وتحذر مما يمكن أن يحدث. تحذير مثلا جاء من برنامج الأغذية العالمي دكتور صلاح من أن الأسواق في قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية، فما الذي يمكن عمله في ظل ما يحدث من تضييق خانق على المواطنين في قطاع غزة؟ بداية صباح الخير لك ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وسلامنا إلى أهلنا في فلسطين وبالذات في قطاع غزة الذين يتعرضون إلى حرب إبادة جماعية تصل اليوم إلى 404 يوم تدخل في شهرها الرابع عشر،
وتستمر جريمة الإبادة الجماعية على الهواء، تبث أمام المجتمع الدولي الذي عجزا فاضحا عن القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية في وقف جرائم الحرب، ومن بينها جريمة التجويع واستخدام سلاح الجوع في مواجهة المدنيين الذين يعيشون فصول من الإهلاك والإبادة. فمن لم يمت بالقتل يموت عبر استراتيجية الإنهاك والتجويع والتعطيش، وبالذات ما يجري في شمال قطاع غزة الذي يهدف إلى إفراغه من سكانه عبر محاصرة المدنيين لأكثر من 41 يوم ومنع دخول أي من المساعدات الإنسانية. هذا أدى إلى شح بل غياب تام لكل مصادر الغذاء بعد أن دمرتها دولة الاحتلال ومنعت المساعدات الإنسانية، جرفت الأراضي الزراعية التي أعاد بعض المواطنين استصلاحها، إضافة إلى تدمير آبار المياه واستمرار في تدمير شمال قطاع غزة وجعله منطقة غير قابلة للحياة. الأمر لا يختلف كثيرا وإن كان بحدة أقل في مختلف مناطق قطاع غزة، ففي الثلاثة أشهر الأخيرة دولة الاحتلال اعتمدت استراتيجية تقميد وترشيح وتقطير عملية دخول المساعدات لتصل في أحسن الأحوال إلى 58 شاحنة. هذا الأمر رفع من المستوى الأسعار بشكل كارثي، أدى إلى تراجع مستوى تمتع المواطنين بحقهم في مقومات الحياة، وهذا ما أشارت إليه التقارير الأممية. 7 تقارير صدرت خلال هذا الأسبوع، آخرها كان اليوم تقريرين، تقرير للهيومان رايتس ووتش وتقرير لجنة التقصي الحقائق الدائمة التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت إلى خطورة استراتيجية التجويع والتعطيش. ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي؟ عليه أن يكتفي من لغة الإدانات وإصدار التقارير والاستنكار والتوجه الجاد نحو آليات جادة لحماية حقوق الإنسان ومنع جريمة الإبادة الجماعية. هذه الآليات حددتها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحددها ميثاق الأمم المتحدة الذي للأسف لا يتم تنفيذه في فلسطين، ارتباطا بالفيتو الأمريكي من ناحية، وارتباطا بغياب الإرادة السياسية لدى معظم دول العالم للقيام بواجباتها كأطراف ثالثة متعاقدة على اتفاقيات جنيف تلزم هذه الاتفاقيات بالحد الأدنى بقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال على المستوى السياسي والاقتصادي، وأيضا فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى ضمان دعم مسار جاد لملاحقة دولة الاحتلال وقادتها سواء أمام محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات. أعود إليك دكتور صلاح، سوف أتجه مرة أخرى إلى واشنطن، السيد ماركوس مسعد معنا. يعني التجويع والحصار لم يتوقف على المواطنين في قطاع غزة سيد ماركو، لكن أيضا حتى التضييق على منظمات المساعدات الإنسانية. كانت منظمات المساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة كالأونروا هي من بنوك أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى هروب الموظفين طبعا نتيجة لاستهدافهم وقتلهم. التضييق أيضا على منظمة الأونروا التي تقدم المساعدات إلى قطاع غزة انتقل إلى الضفة الغربية بقرارات بغلق المكاتب. هذا ما دعا الأمين العام لجماعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط إلى أن يرسل رسالتين إلى وزير الخارجية الأمريكي بلينكين والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل من أجل إنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فلسطين أونروا. فكيف ترى خطورة هاتين الرسالتين، وما الذي يمكن أن يتم عمله لصالح الأونروا؟ يعني نتحدث عن ان الاحتلال، يعني اداره الاحتلال الاسرائيلي ترى ان الاونروا هي منظمه ارهابيه، يعني هي تتعامل مع الاونروا هي منظمه اغاثه انسانيه، ولكن بالنسبه لاداره الاحتلال فقط هي يمارونها بانها منظمه ارهابيه. هذا شيء غريب، شيء غير يعني شيء مضاد للقوانين الدوليه. نتحدث على ان الاونروا منظمه اغاثه انسانيه تقوم بعمل خير لسكان قطاع غزه وعمل مطلوب ومحتاجينه، يعني هم يحتاجون اكثر مما تقوم به الاونروا، هم يريدون مساعدات اكثر مما تقوم به الأونروا. ولكن الاحتلال لا يكتفي فقط بإعاقة المساعدات الخارجية، ولكن أيضا يقوم بتدمير أو الموارد الخاصة به الأونروا، ويعني ويستهدف كل العناصر الأونروا الموجودة على أرض الواقع. أنا يعني كنا في مؤتمر دولي في واشنطن في خلال اليومين الماضيين، وكنا نتحدث عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ودعني أقول لحضرتك إن هناك استياء كبير جدا ما بين وسائل الإعلام الأمريكية أو وسائل أو بوسط مراكز الأبحاث الأمريكية، إن ما يحدث الآن موجود في ضد الأونروا أو بشكل عام المأساة الإنسانية في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل. نتحدث على أن يعني العالم يشاهد بأم عيني ما يحدث في الشرق الأوسط،
من كل هذه المشاهد، من كل هذه الأمراض، كل هذا القتل والتعذيب الموجود لأهالي مدنيين فقط. يعني أنا أتحدث على مقاتلين من حركة حماس، أتحدث على أغلب القتلى والجرحى من المدنيين من النساء والأطفال. فهناك استياء كبير جدا، يعني كل المدنيين أو من مراكز الأبحاث ينظرون إلى هذا ما يحدث الآن في الولايات في الشرق الأوسط بيلقون اللوم أيضا على الولايات المتحدة. يعني ما حدث لها جزء كبير جدا من الولايات المتحده كانت رأت ذلك وسمحت بذلك خلال الفتره الماضيه، لان اسرائيل كانت تبرر بان عمال الأونروا كانوا يساندون حركه حماس، وان مخازن الأونروا يتم تخزين سلاح فيها، وايضا المستشفيات او هكذا. الولايات المتحده صدقت ذلك السيناريوهات، وايضا دعمت اسرائيل بالسلاح ودعمت اسرائيل بالدعم الدبلوماسي في المراكز الدوليه. يعني هذا ايضا خطأ يقع على كاهل الولايات المتحده، ليس خطأ مش سهل، خطأ كبير جدا، خطأ سياسي كبير. يعني في اعتقادي الولايات المتحدة سوف يعني تحتاج إلى العديد من السنوات حتى تزيل هذه المأساة الإنسانية، أو على الأقل نعم. يعني المسؤولية الإنسانية الخاصة الحادثة الآن. نتحدث على إن الأزمة السياسية بشكل عام الولايات المتحدة ترى ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وان ما يحدث الان في الشرق الاوسط اسرائيل بتدافع عن نفسها ضد الارهابيين او ما ذلك، هذا لن يتغير ولا اعول عنه كثيرا حتى مع قدوم دونالد ترامب. انا ما اعول عليه هو الازمه الانسانيه نعم. وتحمل المسؤوليه الاخلاقيه الموجوده لما يحدث الان في الشرق الاوسط. بالطبع سوف تعاني منه الولايات المتحده كثيرا، وفي اعتقادي مع المفاوضات سوف اذا كان يريد دونالد ترامب التفاوض مع يعني مسؤولين دول اخرى، سواء كان الازمه الروسيه الاوكرانيه او ما ذلك، فسوف يكون هناك نقطه ضعف بان الولايات المتحده سمحت بهذه الازمه الانسانيه وساهمت بشكل نعم. غير مباشر قتل المدنيين والنساء والاطفال. لان دكتور صلاح عبد العاطي، عندما اعود اليك في القاهره، يعني ما يحدث هنا من قرارات وخاصه التي صدرت من الكنيسة الاسرائيلي بشان منظمه انسانيه كالأونروا، اكيد يعني هذه القوانين بشأن هذه الوكالة تهدد بانهيار كامل لمنظومة ما يسمى بالاستجابة الإنسانية في غزة. في هذا الوقت الذي نتحدث فيه على أن سكان قطاع غزة يعيشون في مجاعة، فكيف ترى الخطورة وما الذي يمكن عمله لعودة الأونروا إلى عمله الإنساني مرة أخرى دكتور صلاح؟ نعم، كما ذكرت في سؤالك لضيفك الكريم بشأن أن وكالة الغوث أحد بنوك أهداف دولة الاحتلال، وهي هذا الهدف مسبق ما قبل عملية 7 أكتوبر، وهو يأتي في سياق اتفاق الإطار الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع. وإن عجلت به عملية 7 أكتوبر، الهدف هو تصفية قضية اللاجئين كشاهد على وكالة الغوث كشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وإن كانت وكالة الغوث قد تحظى باعتراف أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل 3 سنوات، ولا تملك دولة الاحتلال حق سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، فالقانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول، عدا عن أن وكالة الغوث هي جزء من المنظومة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين فيها وامتيازاتهم، وهو ما لم تحترم دولة الاحتلال كما لم تحترم لا الأمين العام ولا المقرر الخاص ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها. والأمر الذي يتعلق أيضا حتى بالتنكر إلى كل التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي. تداعيات هذا القرار كارثية على اللاجئين، الذي تشكل وكالة الغوث الشريان الرئيسي إلى تقديم المساعدات وبالذات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية، كارثة إنسانية وجحيم إنساني. وبالتالي في حال منعت إسرائيل وعرقلت عمل وكالة الغوث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وصادرت ممتلكاتها كما فعلت في القدس، هذا يعني منع اللاجئين من أسباب الحياة واستمرار خدمات الصحة والتعليم والإغاثة. صحيح. ولكن هذا لن يؤدي إلى انهيار وكالة الغوث، فهي ستبقى تحظى بدعم الجمعية العامة، ولكن عندها إسرائيل عليها أن تتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال حربي كامل في الأراضي نعم. الفلسطينية. كما طيب. أن إسرائيل تخطط إلى ضم الضفة الغربية بشكل أو بآخر دون سكان، وبالتالي هي ستكون مسؤولة عن هذه الخدمات، وبالتالي نحن إزاء صراع يتفاقم
ولا يوجد حلول. أما عن المجالات المطلوبة لإعادة عمل وكالة الغوث فهذا يتطلب من الأمم المتحدة طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ومعاقبتها على هذه الجريمة، جريمة استهداف وكالة الغوث والعاملين فيها. 213 من العاملين قتلوا واستشهدوا جراء هجمات الاحتلال الانتقامية والعشوائية. دمرت أكثر من 243 من ممتلكات ومنشآت وكالة الغوث وأحرقت، ويتشمل عيادات ومراكز طبية وأيضا مراكز تموين ومدارس كانت تستخدم كمراكز إيواء. وبالتالي لابد من وقف جاد من المجتمع الدولي وعدم السماح لدولة الاحتلال بمنع وإعاقة وعرقلة عمل المنظمة الأممية وكالة الغوث ومن يوسم بالإرهاب هي دولة الاحتلال التي تقوم في هذا الإطار. أتجه من القاهرة إلى واشنطن مرة أخرى. سيد ماركو يعني مسعد، يعني عندما رأى العالم كل هذه المجازر، هذا الحصار، هذه المجاعة، نقص الأغذية، نقص الخدمات الأساسية في قطاع غزة، كان هناك نقطة مهمة حقيقة اقترحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، نقطة مهمة للغاية، وهي دعوته لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب كما قال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة. كيف ترى أهمية هذه الدعوة سيد ماركو، وهل يمكن أن تنفذ على أرض الواقع وهو عدم وجود حوار سياسي مع إسرائيل من أي دولة؟ لا، أعول كثيرا على الاتحاد الأوروبي، ما يريد ما يعني الطرف الوحيد الذي قادر على حل الأزمة الموجودة الآن أو على الأقل الوقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة الأمريكية. رأينا هذه المواقف المترددة كثيرا من الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا. لا أعول على الاتحاد الأوروبي كثيرا، الاتحاد الأوروبي كان مركز على الأزمة الإنسانية، ولكن رأينا هذا الموقف الذي أخذ الاتحاد الأوروبي يتغير مع تغيير المواقف، سواء كان بعد الضربات الإيرانية على إسرائيل رجعوا موقفهم وقالوا أن إسرائيل يجب عليها أن تدافع عن نفسها، وبادروا باستكمال المساعدات العسكرية لإسرائيل أو على الأقل الدعم السياسي الذي كانت تريده إسرائيل. ويتغير هذا الموقف الأوروبي مع تغير المواقف العسكرية على الأرض ومع تغير أو مع ازدياد سوء أو الأزمة الإنسانية خاصة في قطاع غزة. من يحل من القادر على حل الأزمة الإنسانية أو حل الأزمة بشكل عام في الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي تابع للولايات المتحدة حتى مع كل هذه الإمكانيات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، لا أعول عنه كثيرا. الشخص الوحيد الذي قادر الآن على حل هذه الأزمة هو دونالد ترامب، ليس جو بايدن وليس كامل هاريس. دونالد ترامب من الممكن كما قلت لحضرتك أنه سوف يقوم بفعل كل شيء، لأنه أيضا من غير المنتظر أن لا يقوم دونالد ترامب بفعل أي شيء حتى نصل الأوروبا. هو يريد ترامب، من الواضح طبعا سيد ماركو، أن يصدر نفسه للعالم على أنه رجل الصفقات والمهمات الصعبة، وبالتالي يحاول أن يوقف الحرب في قطاع غزة وأيضا يوقف الحرب في لبنان. صحيح، هو لديه اسباب شخصيه تجعله او تجعل منه دافع كبير ان يصل الى وقف اطلاق النار حتى قبل اليوم 20/1. هو لديه الاسباب عن الجهيه السياسيه او الايجو الخاص به او الشخص الكرامه السياسيه، دعنا اذا جاز التعبير، هو يريد الوصول الى وقف اطلاق النار حتى يثبت ليه الناخبين الامريكيين سواء الديمقراطيين او الجمهوريين او حتى المتارجحين بانه هو الشخص الوحيد القادر على وقف هذه الازمه الذي طالبتم بها. يعني هو سوف يوجه رساله الى الناخب الامريكي، انتم طالبتم بوقف اطلاق النار وحاولتم مع الاداره الديمقراطيه على حوالي ازيد من عام، ولكن انا الوحيد الذي وصلت لوقف اطلاق النار، حتى من الممكن ان اصل لوقف اطلاق النار قبل وصول البيت الابيض. هذا سوف يتم ترجمته تاريخيا، يعني سوف يتم ترجمته كفوز تاريخي وساحق لدونالد ترامب شخصية وإلى الحزب الجمهوري كحزب. يعني نتحدث عن أن الحزب الجمهوري سوف يركز ويؤصل فوزه ويقوم بإرسال رسائل بأنه هو الحزب الذي يقوم بوقف إهدار إنفاق المليارات الدولارات من جيوب الناخبين الأمريكيين وتركيز على الناخب الأمريكي والاهتمام بالطبقة الوسطى، على العكس تماما من الحزب الديمقراطي الذي كان يقول أنه سوف يهتم بالطبقة الوسطى، وفي حين أنها في البيت الأبيض الآن تحدث عن كامل هاريس لن تقوم بحماية الطبقة الوسطى. هذه من ضمن الأسباب التي أثرت الثقة ما بين الناخب الأمريكي وكامل هاريس. عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات السيد ماركو مسعد، أشكرك حول هذه التفاصيل كنت معنا فيها مباشرة من واشنطن، شكرا لك. أعود إلى الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة. يعني عندما نتحدث عما طرحه
جوزيب بوريل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يعقده يوم الاثنين المقبل عندما ينعقد هذا الاجتماع. طبعا هو طرح هذا المقترح للمرة الأولى خلال اجتماعه مع السفراء، والمقترح الذي يتحدث على أهمية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب كما قال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة. يعني هذا مسار جديد أو معطى جديد دكتور صلاح، كيف يمكن التعويل على هذا المسار أو هذا المعطى وبالتالي العمل عليه لصالح وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة في رأيك؟ يعني أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، ورغم أن ولاية جوزيه بوريل شرفت على الانتهاء، ولكنه أول ممثل للسياسات الخارجية يطرح مثل هذا الأمر الذي كنا نطالب به تاريخيا، بتعليق الحوار السياسي ومقاطعة دولة الاحتلال وفض الاتفاقات التجارية ارتباطا بميثاق الاتحاد الأوروبي الذي ينص على أن علاقات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مرهونة بمدى احترام الدول لحقوق الإنسان. وقد تأخرت هذه الدعوة، ولكن من الأهمية بمكان، ونحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي جرى هناك تغيرات في إطار السياسات حتى من الدول التي كانت في بداية هذا العدوان تدعم الحرب نتاج الضغوط الشعبية الواسعة التي ما تلبث أن تخبو ثم تعود من جديد في صيغ كما رأينا في فرنسا وأمستردام وفي إيطاليا وفي اليونان وفي عدد من دول أوروبا التي تستمر فيها حركة الاحتجاج على سياسات دولها. وهذه الدعوة التي عرضها فقط 3 دول في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 دولة هي التشيك والمجر وألمانيا، وبالتالي ربما تفرمل هذه الدعوة لكنها تصبح خطوة استثنائية في تاريخ العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. ستدرج، فإسرائيل باتت عبئا على نفسها وعبئا على شركائها وكل الداعمين لها، ولم تبقي لهم إلا مسار فرض العقوبات عليها، وإن كان على استحياء نتاج العلاقات التاريخية الاستعمارية لهذه الدول مع دولة الاحتلال، ونتاج تاريخ طويل لا علاقة للعرب ولا المسلمين ولا حتى الفلسطينيين في هذا التاريخ من الانتهاكات التي تعرض له اليهود أو ما يعرف بالهولوكوست. الآن إسرائيل تفعل هولوكوست أخطر بكثير مما جرى في ألمانيا وفعلته أوروبا، وبالتالي يدفع ثمن الفلسطينيين، ومع ذلك يبقى العالم صامتا، ستبقى هذه وصمة عار، وسيأتي اليوم الذي تعترف في هذه الدول. يعني لماذا تحرك العالم عندما تتحدث صلاح عن الهولوكوست الذي كان بحق اليهود في ألمانيا مثلا فترة النازية؟ لم يتحرك بمثل هذا المسار أو هذا الشكل عندما يرى العالم كل هذه المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد المواطنين في قطاع غزة؟ للأسف هذه ازدواجية معايير وانتقائية في إنفاذ القانون الدولي، وأيضا استمرار في يعني نوع من انعدام الإنسانية. ففي اللحظة التي أوروبا استطاعت والصهيونية الحركة الصهيونية إيجاد ادعاء يسم كل شخص مناهض للحركة الصهيونية بمعاداة السامية، أو كل الداعمين لفلسطين والقضايا العربية بمعاداة السامية تحت مظلة هذه الكذبة الممجوجة، اليوم هناك اتهام نحن نطلقه بشكل واضح هو معاداة الإنسانية لكل من لا يعترف بجريمة الإبادة الجماعية التي حدثت في قطاع غزة، وكل من يدعم بين مزدوجين حق إسرائيل المزعوم بالدفاع عن النفس، وكل من يشارك في دعم دولة الاحتلال ويمدها بالدعم السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو أي من صور الدعم. هذه واضحة التهمة في مواجهتها. وإذا كان هناك من كانت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تنتقد الأنظمة العربية وشعوب العالم العربي بأنها غير ديمقراطية وغيرها، آن الأوان أن نقول لهم آخر من يتحدث عن الإنسانية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان هي هذه المجتمعات التي هي أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في علاقتها مع الخارج وفي علاقاتها الاستعمارية التي من خلالها ترغب بالاستيلاء على موارد الشعوب. وبوضوح نقول أن أمريكا يمكن هزيمتها وأوروبا يمكن هزيمتها، وسبق أن هزمت وطردت كقوة استعمارية، وأمريكا خسرت في العراق وخسرت في أفغانستان. لا أحد يرتعب من قدوم ترامب أيا ما كانت مؤشراته، سواء بالسيناريوهات التي يمكن أن يتوقعها البعض، ولكن تشكيله لفريق مثلا من الغلاة المتطرفين الصهاينة سواء السفير أو وزير الخارجية أو وزير الحرب أو الدفاع الأمريكي، كلاهما من الحركة الصهيونية وداعمين للاحتلال، ويمكن أن يسمحا بتدمير أو على الأقل بضم الضفة الغربية وضم أجزاء من قطاع غزة. وهذا ما عربت عنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت سيروك سيد صلاح في هذه النقطة بالتحديد عندما قالت أنه
يجب على حكومة إسرائيل أن تبقى للأبد في قطاع غزة، بل العمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية المحتلة. كيف تكمن الخطورة؟ لك أن تفكر معي صديقي العزيز، هل يوجد في دولة في العالم وزارة اسمها وزارة الاستيطان؟ تخيل معي، الاستيطان جريمة، جريمة حرب. هم لهم رؤية توسعية طبعاً, طبعاً, طبعا طبعا، وهذا يدل على شيء، أتفق معك، وأن لدي هذه الرؤية التوسعية الموجودة منذ عام 1980، هذه الوزارة التي نشأت في داخل دولة الاحتلال لتدعم الاستيطان على حساب الحقوق الشرعية، وأصلا دولة الاحتلال قامت على فكرة الاستيطان تاريخيا. وبالتالي هذه الوزيرة وغيرها وسموتريش الذي أعلن عن ضم الضفة الغربية وضم القدس الشرقية على خلاف القانون الدولي وضم الجولان ولاحقا ضم أجزاء من في خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ضم مستوطنات في الخليل ومستوطنات في نابلس وبيت لحم. وبالتالي دولة الاحتلال ماضي في مخططاتها بتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني وترك خيارات ثلاثة له، إما الإبعاد والتهجير وإما القتل وإما العيش عبيدا تحت حراب الاحتلال في كنتونات. وبالتالي أيا ما كانت الصورة التي ستفرضها الإدارة الأمريكية أو دولة الاحتلال، هي صيغة ستكون مؤقتة ستسمح لاحقا بانفجار الأوضاع من جديد، ولن يسمح العالم باستمرار أو حتى المجتمعات العربية التي عليها أن تحذر من إيجاد حلول على القضية الفلسطينية على حساب الشعوب العربية، أو على الأقل تصفية القضية على حساب الشعوب العربية بتهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر، أو تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، وتهجير مناطق 48 إلى لبنان. هذا ما تسعى إليه الاحتلال. السؤال هل ينجح في ذلك؟ هذا الأمر مرهون بصمود الشعب الفلسطيني بتجاوز كبوة الانقسام لغاية الآن وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. ابقى معي دكتور صلاح، سوف أعود إليك. فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اجتمع سرا مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة. الصحيفة قالت أن هذا الاجتماع بين إيلون ماسك وسفير الإيراني يثير احتمالية حدوث تغيير في لهجة العلاقات ما بين طهران وواشنطن في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب. في واشنطن معنا مباشرة الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، بعد تحية لك سيدي. عندما تم الحديث حول أن الملياردير المقرب من ترامب أو مستشاره إيلون ماسك اجتمع سرا أو في مكان سري مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، فكيف ترى هذا الاجتماع؟ هل بالفعل يمكن أن يؤدي إلى نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة؟ أولا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. إجابتي على هذا السؤال هي بنعم، أرى أنه هو دي خطوة قد تؤدي إلى حل المشاكل الموجودة بين الدولتين، وهي غالبا ما تحوم حول رغبة إيران التوسعية الكبيرة، تشوف أذناب إيران في حزب الله، في حماس، دعم حماس، في الحوثيين داخلين في سوريا، سيطرة زائد أن هي اعتادت على بعض الدول برضو في المنطقة وأثرت على أسعار البترول قبل كده، والنووي فوق هذا النووي. فهو الإدارة الحالية وطبعا يعني على قمتها دونالد ترامب وإيلون ماسك يتسموا بدرجة غير عادية من البراجماتية. براجماتية هنا أقصد بها الرغبة أو القدرة على أنك تحقق هدفك بأقل تكلفة ممكنة. فهو بالنسبة له مثلا تكلفة الحرب هناك هتبقى كبيرة أو هتغلي البترول في المنطقة وليها تأثيرات ضخمة تزود الإرهاب في العالم إلى، طب أنا أقدر، ويفكر إزاي أنا أقدر أوصل لحل مع إيران. إيران النهاردة أدركت أن سماءها مفتوحة للطيران الإسرائيلي بعد ما قابت عشرات مئات الطائرات وصلت ورجعت كلها سليمة، معناها أن ما عندهاش قدرة تقاوم هذا السلاح الجوي، معناها لو قامت حرب هتكون نهايتها. فهم وصل لهم رسالة معينة، ضغط معين. الجزء الثاني هيجي بالبراجماتية، ان هو ازاي نحل المشكلة دي، ازاي نضمن، يعني باختصار هو لو ضمن ان ايران
تقف عند سقف معين وتديله نوع من التدقيق بحيث لا تزيد عن هذا، ولا يمتلك النظام الإيراني الحالي قدرة إنه تخليق سلاح نووي، ممكن تتحل كثير من المشاكل. وأعتقد دي خطوة هامة جدا وكبيرة، وممكن فعلا نرى تغيير كبير جدا في السياسة الأمريكية الإيرانية في المرحلة القادمة. نعم، لكن ترامب يعني دكتور توفيق في بداية يعني دخوله لهذه الانتخابات وقبل أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو يفوز بهذه الرئاسة، كان يدعم نتنياهو بأنه يعني يريد منه أن يشن ضربات على المنشآت النووية على إيران. فهل تغير هذا النهج بعد أن فاز بهذه الانتخابات، معنى أنه ابتعد قليلا عما يسمى بالصقور أو المتشددين من الحزب الجمهوري، وبالتالي هو لا يريد أن يركن إليهم ويريد أن يكون رجل الصفقات في المستقبل؟ هي نقطة هامة جدا، ولكن في تحليل الشخصي أن الأمر مش كده. الأمر عبارة عن إيه؟ في وقت إدارة بايدن، ترامب لم يكن يعلم أنه سيكون رئيس أمريكا، فالسلطة والقدرة والسيطرة كانت في إيدين بايدن. في هذا الوقت لا يتوقع أن أي اتفاق مع إيران هيوصل بالدقة وبالقدرة على أنه يحجم القدرات النووية الإيرانية بصورة سليمة. وبالتالي حساباته أنه مع وجود إدارة بايدن وكاميلا هاريس وهذه المجموعة، فإنه من المستحيل إن دول يوصلوا لنوع من الاتفاق الدقيق اللي يمنع وصول إيران للسقف النووي ده. فيبقى ما فيش غير حل آخر، يتضرب النووي، وعشان كده دعم نتنياهو في هذا. أما الآن وهو قادم للسلطة والباور أو القوة والسيطرة، تغيرت مواقفه، هيقدر يملي شروطه على إيران بإن هو يوصل للمعادلة اللي تضمن إنها ما توصلش للنووي. صحيح. طيب لو اتجهنا الدكتور صلاح عبد العاطي في العاصمة المصرية القاهرة، يعني الدكتور توفيق طرح نقطة مهمة دكتور صلاح، وهو يعني الحديث حول أنه يمكن أن تتغير مواقف ترامب بعد أن تولى الرئاسة أو فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع أن إيران كانت تتحدث دائما على رغبتها في إزالة ما يسمى بالغموض والشكوك بشأن البرنامج النووي، مع تأكيدها دائما بأنها لن تتفاوض تحت ما يسمى بالضغط والترهيب. هل تقبل إيران هنا بتلك المفاوضات وإزالة التوتر مع الولايات المتحدة برأيك دكتور صلاح؟ بعد تحياتي لضيفك الكريم والتقدير لسؤالك، نعم، ترامب لغاية الآن لا يوجد لديه خطة استراتيجية، هو يحاول استكشاف كل أوراق القوة التي يمتلكها، ومعروف بميله كتاجر إلى نطاق الصفقات والوعود التي قطعها، ما بين الوعود التي قطعها وما بين الفريق الذي يشكل وما بين توجهات هذا الفريق. هذا توجهات هذا الفريق يبدو أنها تدعم كما ذكرت إسرائيل على طول الخط، باعتبار أنه اختار غلاة الصهاينة اليهود، جزء منهم مستوطن كان في بيت لحم كسفير الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لا يختلف عن فريدمان كثيرا، ولا يختلف أيضا وزير حربه ووزير خارجيته عن هذه التوجهات. ولكن ربما لأن نتنياهو أو باي ترامب سيكون متحررا من حاجته إلى أصوات جديدة لولاية ثالثة، وإن كان قد طرح يعني تغييرا في الدستور الأمريكي لولاية ثالثة، ولكن هذا الأمر غير مطروح من الآن ربما، ولا إمكانية لتحقيقه. ولذلك إيران هي تدرس وتستشف وتدرك تماما أن هناك مخاطر تتهددها وأن لها ملامح توسعية، ولكن ما جعل ترامب يرسل ألون ماسك إلى إيران هو إرسال وزير الدفاع السعودي إلى إيران، وهذا التحول اللافت من السعودية تجاه إيران، والحديث عن إدانة ما جرى من اعتداءات على إيران. وبالتالي كل هذه التحولات الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقرأها بأن البعبع الذي كانت تخوف به الولايات المتحدة الأمريكية العرب هو زال، ويمكن التفاوض معه أو الحوار معه باتجاه ترتيبات للمنطقة. نعم، إيران لديها مطامع ولديها مصالح، وفي ظل غياب الرؤية العربية والمشروع العربي ستصبح هناك صراع ما بين إسرائيل التي ترغب أن تتسيد في الشرق الأوسط، وما بين إيران والتي بين مزدوجين عليها أن يقرأ القوة الخلفية وضح قوة الدفع الخلفية، وهي الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وضح ما تقوله طبعا، أشكرك عليهم. العاصمة المصرية القاهرة دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أشكر أيضا في واشنطن الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا سيدي.
إلى هنا تنتهي معكم هذه التغطية المباشرة هنا القاهرة الإخبارية. شكرا لكم وإلى ملتقى.